مشاهد مشترك, مشاهد مش مشترك, انت مشاهد. اهم شيء انكم, اهم شيء انكم سما. لا ثلاث مصور يعني دول ابو الصوت ما شو مبسوطه فيها اللو, شو مبسوطه فيها لو ما ترتيها مبسوطه فيها وزبطت معي لو مش قاعد ايه اعمل لي حالك ابدا اول مره حسيت فيها لو بيه لا عايز له مره يتسلق فيه اديله انا فوق بحكي انا مصري عم بتكلم مصري معه من دردش دينا سمعتي مني وهذه من هاي القصص اللي بحبها انك سمعتي ملاحظات اعطيتك اياهم هذيك الجمعه ونفذتيهم و اوكي لا لا انا كاتب كاتب بزيت الاطار انك انه احترمت كثير موقفك انك اخذتي ملاحظاتي بعين الاعتبار ونفذتيهم وبين بينت نتيجة على المسرح. عملت قصصتي حلوة أنا قلت لك آه عنهم مش كتير واضحين للناس بس أنا عارف إنك جربتي واللي بيجرب يعني عنده الإرادة which is very good. فبالنسبة لي هاي ستيب لقدام وحبيت اللي عملتيها الجمعة. كنت أقوى من سهيلة لأنك استعملتي صوتك تبهي مش عم بخلق تحدي بيناتكم عم بخلق تحدي بالمغنى يعني مش تاخذوها personal يعني كنت أقوى إنك عم تغني full voice كنت عم تغني كل وقت صوتك ب بس في ملاحظة صغيرة مرقت كلنا لاحظناها أكيد أسد زي تبعي صوتك جرح جرح يعني منك محماية يعني طالع على المسرح منك محماية أو مريضة أو ساخنة في حاجة في الصوت أجمل أنا بقيت لها يغني بدي حمي كتير قبل كيف بحمي؟ أسد زي بعد ممكن يعني أنت بتحبي تتعلم هالأحلى شيء فيك برافو شوخي إيه أكيد فهمت شو قصدي يعني حمو قبل تطلع على المسرح بيعطوك اكزرسيسات بكره تتغني قبل الغنيه بتصير تحمي فوكل يعني بتطلب تعملي مع مدام ماري هذا اكزرسيس تحميه وبيعطوك قصص مشان المسلز وكذا مشان العضل التم وكذا هدول قصص لازم تتبعون صح يعني مثل واحد قبل سبور بفوت بحمي وبعد سبور بيعمل كمان فالمغنى زيت شيء بده تحميه هاي الجرحه طلعت بصوتك على التلفزيون ممنوعه الحقيقه ايه فهيدا هذا كمان دليل عن هذا بس احنا
ستيل راح نمر انا بعدنا باول بروجرام قلت لكم من الحلقه الثالثه والرابعه بلش انا اصير شوي اجريسيف اكثر بالحكي، بس مبسوط انه اول ان اول كلكم على بعضكم حلوين حلوين. انت اجلق واحد على فوق، انت برات المعادله.